حضرتك شغل حضرتك متميز جدا خلاص، بس اللي مشي ورا حضرتك او حضرتك مش حضرتك من ايه، من خلال رصد ويقين. يا فندم حضرتك الموقف الشباب مع الشاب اللي عملته الاعتراض ده موقف ممتاز جدا، حضرتك وزير وعملت اتعاملت معاه بكل سماحيه. يا فندم احنا ما بنشوفش حضرتك غير من خلال رصد ويقين، ودول بينزلوا على النت. طب الناس هتشوف حضرتك ازاي؟ التلفزيون المصري يا فندم، ده حضرتك وزير للدوله الحكوميه يا فندم، الاعلام يا فندم. حاضر.